ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا اخوان؟ اليوم عندنا مقطع مع شباب يا اخوان. مقطعنا كالتالي: انا وللي فريق حمدون يا مدريد. عندك اعتراض؟ لا لا ما تفضل. اما مولو اودن صدق ليش انا ابغى ابو سعد؟ مو هوست انت؟ انت هوست. للي هوست. راح يكون يا اخوان فريقين: انا وللي فريق، ومكسيكي وابو عمر فريق، وراح يكون هوستنا العظيم دقيقة محمد اودن. يشرفني ويسعدني، بس والله ضدكم عرقين مره يا عمي. نفوز يا حبيبي. ايه من لهم اكثر باع في اليوتيوب؟ هم هم صح. ضدنا هذا. لا والله الكلمه وش باع يعني زمن قديم. ترى انا بتحب الحركات زي تتكلم حبيبي. والله راح يكون يا اخوان نجي ورا ونغمض، ومحمد اودن يختار شخصيه، وحنا نحاول نخمن من الشخصيه. تفضل محمد اودن. بسم الله. بجي ورا. طب حنا تجي ورا. ما ببان، ما اخذت هذا في الحسبان. لحظه، طب شو نسوي؟ حنا نغمض. طب لا لا لا، ايش هذا؟ شو دخلت؟ شو ما تجي من هنا؟ انا بخش. ها لا لا، اول شيء وين صورتي؟ شوف بالارض. معلش يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد اودن تفضل اختار. شباب ورا يا اخوان. لا احد ينسى يضغط زر الاشتراك. يلا لا احد يغش عيال. اللي غش حرامي. الغشاش الغش ما الغشاش بالنار. الغشاش بالنار. راسك واحد طش. ليش الحلو في الموضوع؟ المتابعين الان ينظرون تحديدنا، واتوقع واضح من خسران. انت انا. طب شوف ذلك. في دفدفه يا عيال. خلاص يا حبيبي. خلاص يا بابا. خلاص ايه تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ابو سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ابو ربيعه. حمزه عبد الرحمن. ابو ربيعه. يا انا خاف من ذا ربيعه. حجه ما ادري اسمه بكيلو بامي ولا ما ادري شو اي شيء، عشان مين يتداول اللي يتداول له. ايش كيلو بامي؟ كيلو بامي. كيلو بامي يا تسوي كذا كذا. ها يا كيلو بامي. يس احنا نبدا. نبدا لا الا هم يبدوا شيء سهلوا لنا. يلا انت ابدا. يلا انت ابدا. انت ابدا. هل هو في نادي؟ بس اصلح لي. لا 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 ما سؤال. والله اسطوري 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 اسطوري. 6-2-1 عارفه. ما انا هذا ايش في ذا؟ ما اعرف ولا دخل. خلاص اسال. ما اعرف. نبغى نستثني. اي سؤال ثاني راح اجاوب مباشره. خلاص اصبر. اي كثيرين مو في نادي. طيب واحد بس بنستثني لو قال لا. خلاص اصبر اخي تسبك. هذول مع بعض. طب اصبر. لا حبيبي لا. ايش فيك؟ الحين احنا بنصفر. نبغى نستثني. اوكي. سؤال واحد. اي انا عندي سؤال. انا عندي سؤال اللي هو قل لي اي هذا كان مفكر فيه. بس احس شوف وش بنستثني كثير. لا ما راح نستثني كثير لانه شوف. طيب وين نستثني كثير؟ ايش وين؟ 1-2-3 يا اخي اسمع بس يا ولد. 4-5-6-7-8-9-10 عمر تصيحني يا عمر. ياب هل قديم هو سواء سابقا او حديثا كان في الحبه الخضراء والحبه الحمراء؟ ايش هذا؟ ممنوع ان عندي ثر جدل. لا اي او لا لا وشو لا. لا هو كان في الحبه الخضراء ولا هو في الحبه الحمراء؟ خلاص اقلب شيل امك. ايش شيل؟ شيل كل الحبه الخضراء والحبه الحمراء سواء سابقا او الحين. يا اخي هذه سبحان الله مصمرينها صح. شيلتها باقي ما طاح. شيل هذا. شيل الشخص يا عمري صالح على مشامخ. ما فواز طاح. هذا تخسي هذا ما يطيح. هذا طيب شوف هذا كان الحبه الحمراء. الغلط هذا مساله وقت. تبد حتى هذا مسألة وقت. سطة. انت غلطت على مساعدة. سطة. دادا. سطة. يا اخي ساعدكم. لا ما يحتاج. اسف. تكفى. انت مو طلعت مساعد. انت طلعت مساعد بالجواز. والله العظيم يا انك. اهين النرجسية. اعظم حكم. مكسيكي شل نفسك يا حبيبي. نسيت ما شفت. وابو عبير وابو السعد. طيب ساعدني. طيب. خصم نقطة. وابو عبير شو وضعه؟ دبابيس. عبير حبيبي. يا عمي كله بطيح. حبيبي تفضل. فريق عادل وسعد تفضل. تعال اسال ولا نجاوب؟ لا اسال. طيب سؤالنا كنا نقول مثلا هل هو سعودي؟ اي سعودي. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يا عيال جبتوا العيد. شلت صفيت كثير بقى شوي. والله يا عيال انتبهوا ترى ضدك يا ابو عمر يحلل من الان يا حبيبي. خلي حل بدينا ورجلينا. يب هي اذا ما تعرف يعني انت هوست الحين. أيوه. اذا شالوا الشخص الصح نفوز اوتوماتيك. يب انت نشيل اي واحد مو سعودي. الدوك يا حبيبي تعال. اما الدوك مو سعودي؟ لا مصري. احلى تحيه للدوك. يا عمي يا الدوك اطلع يا حبيبي. ها وقعته يا عادل. وقعته. الكلمه الصعبه طلعت منك. سفيان يا حبيبي. يا سفيان تعال يا حبيبي. شيل العمود كله وخلاص. اي صح. اي شيل العمود.
بربيع مو بشري غشير امه اقسم بالله. نسال ولا نجاوب؟ نجاوب. لا لا تكفى نجاوب. والله احس لا نجاوب. والله احس لا بنجاوب. لا تكفى اصبر بنجاوب. انا اصبر 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 بنجاوب اصبر. خلنا نسال. ما في سؤال بيطير عليهم. يا مين انت تقول ثوب؟ يا اخي ليش هم يتفقون يخططون وانتم تعبدونه بس؟ ها يا عمي روح. انا اقول جاوب. استنى استنى استنى. لا تجاوب لا تجاوب لا تجاوب. ما نجاوب؟ لا شافك يقول لك جاوب. يا اخي بس والله يستاهل حتى لو خسرت. يلا وشو بنجاوب؟ اصبر اصبر. لا خلاص بنجاوب خلاص بنجاوب بنجاوب يا ودن. متاكدين؟ ايه ايه. احس لا. فدا ما احس. لا عادي. الحين لو قلت الاجابه صارت غلط تخسرون ولا؟ لا هم يسالون. احنا عندنا. يب عندي جواب. تفضل. براء. غلط. يس يس. لا لا براء مو غلط. براء دايم صح. يا عمي روح يا عمي. براء ثاني افضل واحد في جيزان بعد بندر. ثاني انا هذا من افضل واحد عنده بندر ولا براء ولا انا ولا انت؟ هذا يمشي ورا مصلحته ورا مصلحته. على الارقام على الارقام. اكيد نظامه هو. يمشي على الارقام. لكن لما نسال شيخ سعد والله انك ظلمتني. قلت افضل واحد في جيزان بس انت افضل واحد في اليوتيوب. يا اسمع الاجابه ها. اسمع كلهم صورهم لو تلاحظ على الفريم طبيعي انه في واحد راسه بيطلع من الصوره. من هو؟ ماهر موصلي. ماهر موصلي كذاب. هذا طرباخ. شوف طالع طرباخ. لا طرباخ نص فريم بس هذا بيطلع بيطلع كذا. طيب هي خلي السؤال اللي قلت لك عليه. ها هل اي هي ها عرفت وش ماغ هي هل هو حاط شيء على راسه؟ عندنا من؟ عندنا ابو ربيعه، عندنا طرباخ، عندنا فهد تمساح، عندنا اثنين خالد. حط سماعه. اي طيب قال ذولي. هل هو مغطي راسه؟ هذا سؤالك؟ إيه؟ لا مو مغطي راسه، هل هو حاط شيء على راسه باي شكل من الاشكال؟ لا لا ابدا شيل يا حبيبي. احلى تحيه لابو ربيعه بس معليش ما اخترتك. ابو ربيعه شفت؟ يب اسمحي مشوار نفك واحد خلينا نلففك اثنين. لا اثنينهم لو لفوا واحد صح نفوز على طول. قال لك خلفهم اثنين. طار فر فر سلمة 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 فسلمة سلمة انت ترى اللي ولي سوى أموان. انت هو اللي قلت لك ليه؟ ترى انت تحليل بسيط يعني بس لانهم قالوا في واحد بيطلع من الفريم مدري ايش وقالوا ماهر قال ذاك حتى طرباخ اللي ممكن يبعدهم عن الاجابه. فهمت؟ يب هذا تحليل. عشان كذا اقول لو ماهر عشان كذا احس ابكي لو ماهر بس طبعا نسال. يا اخي توقعت انه التحدي اسهل من كذا. يب مع ابو اودا راح يضغطك. انا بندح حومي وماهر. ماهر اتوقع عندنا نفس السبب ليش بندح حومي وماهر. اكثر اثنين متفاعلين في تويتر. اكثر واحد صار انا على راسي. اي من الاثنين ذول يعني يبقى اللي هو الجوت دحوم. دحومي؟ لا هو الجوت بس انا بروح مع ماهر. ماهر موصلي. اجابه ماهر موصلي؟ ايه اجابه غلط. يس يس يس. اي يهودي خلي كذا هوس توسخ. بسم الله جاهز؟ لا 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 ما اخترنا ما اخترنا مستر شنب. اصبر ما اخترنا ما اخترنا مستر شنب. هذه الاجابه؟ مستر شنب. يا شيخ روح مستر شنب. مستر شنب مستر شنب. ليش وثقت للي؟ الإجابة غلط. تسأل ولا نجاوب يا أخي؟ ما عاد فيه تسأل ما عاد فيه تسأل نجاوب على الله. لحظة ماهر خلني ماهر غلط ومستر شنب غلط. يا عيال وش تحليلاتك يا أبو عمر؟ فكر معي فكر معي. تحليلاتي واحد يذب كثير زيودن. ما في أحد يذب كثير. دحوم دحوم ما يذب دحوم يضحك. مالك الذبة. طيب يضحك كيف؟ إيه بدك شنادة بس. نسأل نسأل ولا نجاوب؟ لا إيش إيش غني الدحومي؟ خلاص هو دحوم ذات الساعة. من اللي اختار إجابة أنت ولا أبو عمر؟ كلنا اثنين سوا. لا من اختار أول؟ أبو عمر. شو الفرق؟ أبو عمر خيب ظني والله. إجابة صحيح حبيبي مية. إجابة غلط. يا أخي إجابة مين؟ من اختار؟ غلط غلط مو دحوم سعد مو دحومي؟ طيب إيه؟ معقولة. إيه أبو سعد أثق فيك. تعال منطقة محرمة بالنسبة لمنطقة محرمة. اسمع معلش أبو سعد. إيه حجر حجر ورق كيلو بامية. كيلو بامية؟ أنت اخترت من؟ أنا بختار واحد. أنا اخترت واحد. اختار واحد. انا اختار واحد وانت اختاره. والله تظنني تلعبوا كيلو باميه. ابغى يعلمني بس تلعبوا كيلو باميه ليه تختلفوا الاثنين يعني؟ لا لا كيف تلعبوا كيلو باميه اشرح لي. يلا واحد اثنين ثلاثه مين فاز؟ انا كيف انا افوز صح. ايه اسمع عادل اختر انت. انا اخترت اثنين قبل اختر انت. ايه ارمي عادل. ايه والله اثق فيك. ارمي اثق فيك يا عادل. سليمان ببجي صح. من الاول كنت بتقربه. والله انا قايل والله انا قايل كيف بتقربه من اول يا زوجي. وعلى تحيه لسليمان ببجي 1-0. كان قلطنا عندهم والله. والله يا جنون يا عادل. والله اني والله هي رياكشن على طول جاوبت انصدمت يا عمي. انا قايل من زمان والله قايل من زمان يا عمي. ايه
1-0 لنا ودز طرق. اذا وين انت مو مشترك اشترك وتابع المقطع واستمتع بس امشي اشترك يا حبيبي. طيب يا حبيبي قم يا حبيبي. حبيبي انا اختار على طول، انا هوست عندي رؤيه اخترت واحدد. نعم اخترت. تقدر تتفضل. المتابعين ما يعرفون. المتابعين ما يعرفون من. يلا قم يا حبيبي. يلا قم. بسم الله. يلا قم يلا قم. لا خلي هذا الراوند المتابع يفكر معنا يا عمي. قم صوتك حلوة. هذا الراوند عزيزي المشاهد انت راح تشارك معنا، خلينا نشوف تخمينك، واول واحد يجيبه صح يحطه في الكومنتات له بلاي ستيشن 5 من عادل. عادل طبعا. لا 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 حبيبي لا. يعني ما تحب متابعينك؟ ايه اذا يشتركون. يلا 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 ايش يلا السؤال الاول عند بابا. لا السؤال عند للي وعادل. طبعا يا اخوان الاسئله ما تتكرر، اي سؤال سالته قبل ما يتكرر. اي عادي. ايش تسال؟ هل المشهور فيه حرقان؟ اي هذا يمكن جس طقمك الحرقان. اجاوب ترى راح اجاوب. لا 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 اسمع نسال سؤال. قول هذا هاي شباب السعوديه جنبي. ايوه 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 استاذ. ايوه استاذ عادل. ليش ما شلنا؟ ليش ما شلنا؟ ايوه استاذ عادل. في واحد يستاهل مدح بعد. مين؟ في واحد يستاهل مدح. وين؟ فواز يا عمر. فواز وبعده بعده برضه بعده عادل سرعة. مين؟ أنا 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 محمد المكسيكي. إذا جاب ذا المقطع 20,000 لايك سحب على البلاي ستيشن. والله استقعد عليك. يلا طيب خلنا 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 هل هو لا شو الصورة الزق ذي عالم عايش الصورة ذي ما عمل الإعداد خلنا الصورة كابشر. هل هو أي هل هو عربي عشان يا مستر بيست هو ولا بر يعني 50-50 50-50 إيش 50 1% مو 50-50 50 إيش اسمع هاي نقدح إيش هل هو عربي في في غيره يا أخي اللي روحه طب تعرف 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 لو قال لا تخسر أوتوماتيك ليه؟ احنا نقول مستربي لا 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 نسأل اللي صح هاي لا سؤال هل هو خليجي؟ خليجي؟ اي يعني من الخليج العربي. اي نعم خليجي. كلهم خليج كلهم خليج. نعم خليجي. ما في الا كم واحد من مصر سفيان ليبي. نعم خليجي. وفي القوت السقف ياب ممدوح نصر الله. لا ممدوح نصر الله محمود جادي. محمود جادي والله تابع ستريم جامد تابع كل شيء. ستريم جامد فيلم جامد ماتش جامد ماتش جامد يعني شيل مين؟ شيل ممدوح محمود نصر الله يعني اللي مو خلايقة ايش اسمه؟ ممدوح نصر الله يا ابن الحلال مو محمود ممدوح نصر الله هذا محمود محمود عارف بس اسوي مقالب الخليجيين خليهم صح؟ اه شيل الهندي هذا وش سريلانكي اللي هناك لي؟ طيب ما تشيل ال ايش 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 والله نطلع ها نو الهندي جاء يا اخوان الهندي العامل حق المقفلة جاء لا جو جو والله والله حرب بين الهند وسريلانكا الله يعين الله يستر ويوفقهم فوز كشميري طب هذا للي 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 شنو المصري ذا ولد هذا جداوي اسمع يا بالي اسمع تقول يقول فوز كشميري شاله طلعته فوز لا 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 فوز الدوك انا عبد الدبل عبد الدبل محمود مهدي من في من في بلاش ايش هذا ايش شيل صح مستر بيست معليش بدر صالح قال من الجزيره اليمنيه بمسك يا حمار خليجي خليجي اي صح خليجي طلعته برا الدول معليش طب هذا طب خشيل هذا قرقستاني خشيل ما ضحك ما ضحك ما ضحكت ما تضحك ما تضحك ما تضحك ولابس احمر انت خلاص سندوسي حمار انت غبي ما تضحك حمار ترى خويك ترى مديرك خويك يا حمار يلا برا برا اطلع يا رجال شيل مساعد سؤال ايه سؤالك وما في اي فايده 600 نقد مصيري حلو خليهم من فضلهم طيب تعال هذا اردني مو خليج عربي يا حمار خليج خليج لا لا دول خليج غبي انت الاردن خليج الاردن افريقيا لا 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 تصدمني تكفى تكفى تصدمني لا اردن باسيا بس مو من الخليج يا حمار اللي من الخليج هاي مو واحد باسيا يعني الخليج هذه شبه الجزيره العربيه ايوه تتكون المناطق الاردن وين افريقيا اللي يسموه الخليج ليه؟ لانه مطلع على الخليج العربي لا لأن يحط بي ثلاث جهات من الماء هذا الجزيرة يا حبيبي شبه الجزيرة الله يعلمكم يا شيخ يا الأردن مو بخليج لا يلعبون كأس الخليج الأردن لا يلعبون كأس الخليج استرى يلعب كأس الخليج طيب لا استرى ما لعب كأس الخليج كذاب أنت إيه صدق والله يعني برجو حطب والله بختم
بلا عثمان تكفى علمني انا مجنون انا. الاردن مو من الخليج؟ قل اقسم برب الكعبة. يب شفت؟ اما ما خلص جامعة. والله تستاهل سؤال ثاني على التاريخ. والله الخسيس سؤال ثاني. والله انا مصدوم. والله انا مصدوم ان الاردن مو من الخليج. اقسم بالله عمرت حتى عشاني غبي. يقولك الميدل بيست وين؟ المدنيس المدنيس الدول العربية. طيب مين الدول العربية؟ السعودية. معلوم حاجة العراق مو من الخليج. وخذني وعصابي متوتر على كيف كيف نشأت أكرم شق نشق في بطل آسيا. بس مو دول خليج. دول خليج بطل خليج. لا يا عبد الله بس دول خليج. عماد الحوسني دفع علينا الأنقل بس. إيه أوعدكم أقسم بالله أني لا أراجع الدول ورب الكعبة. أنا مصدوم أن كيف كيف. يلا خلصت. خلاص طيب ليبيا. طيب ما شلنا ليبيا. إيه صح. إيش؟ ما شلنا ليبيا. إيش 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 ليبيا إيش؟ ليبيا مو من الخليج. إيش؟ إيه باقي هو الحالة. قدعت يعني على ابو فله. يلا يلا روح اسال حبيبي. اسال خلصت. يلا اساله. نغير حقنا السؤال عشان ما يزعل. عشان ابو عمر والله عيب. وش والله عيب بس 600 نفر. لا تخسر ضد ذولي. ليه اصبر. طيب ايش يخسر ضد ذولي؟ وشو اساله؟ اسال دقن دقن. عوارض كذا. اي مع عوارض يعني اللي مو محسوب. عوارض واضحه واضحه زي ابو عمر مثلا. عوارض واضحه. لا المفروض سؤالك يكون عنده دقن ولا لا. طيب عنده دقن. لا لا الدقن يعني اللي مو محسوب ابدا. لا يخسي خلاص. شكرا. عوارض عوارض عنده. عوارض عنده. عوارض شيل اللي شيل ايمن شيل مكسيكي. شل 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 عنده عوارض ولا لا؟ اطلع يا هطف. طيب شيل المراهق هذا. يا عمي عندي عارض والله هذا. يا رجل هذا زلف ما هو عارض. طرحتني بس طح واحد غريب العارض. اي واحد ما عنده عارض نشيله. تعال انت. يلا ايه ما عندي عوارض انا. ايه ما عندك. هذا وشو زلف. ابو سعد انت ما عندك رقبه بس عندك عوارض. شيل شيل. منطقي منطقي. لا لا هذا بالغلط. خلاص في عندي. واحد انشال يا اخوان تحسب ولا لا؟ اصبر عشان بودن ملك التواضع مستحيل يختار نفسه. ممكن يتعلم. تخيل نخسر. ممكن نخسر. ممكن يتعلم. ايش دعوه لو تخسر افوزك. تسال عن وش؟ عندي عندي هبده. هذا ايش هذا؟ هذا مين؟ اودن شبيح بندريته. هي هل هل هو هل هو لابس لبس شتوي؟ شتوي شتوي. ابو ابو عبيد مفصل. ابو عبيد شتوي 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 عزيز شتوي جاكيت شتاب جاكيت جاكيت مرمر شتوي ابيض شتوي ما دخل اوسمز شتوي شتوي هذا شتوي. اي شتوي. طيب اسمع اتوقع شتوي ولا اي شتوي ولا شتوي. طيب اسمع اسمع سؤالك حلو. يلا السؤال يقول هل هو لابس لبس شتوي؟ لا 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 يعني شيل مشتين. يا اخي ما يبي يروح. اخر اخر يبغى له رجال بس. ايش قلت له بحط رسوله؟ لا لا حطه في عينك. دقيقه ستوب ستوب ستوب. في احد طلب من المكسيكي يشيله؟ لا هو المكسيكي شايله. لا هو يبغى يشيله. لا مشطي المكسيكي. اقسم بالله انا طالب يشيله وقاعد يشيله. يا عم المكسيكي هو اللي شايله. لا لا لابس شتوي ترى. لا ما تجاوبهم يا ولد. لا ما تعطيهم كذا. ما تعطيهم. لا شو بغيت اموت. عجبك الوضع انه لك كلمه صح؟ لازم اضغطكم شوي. يلا السؤال ابو عمر. نسال ونجاوب. يلا اسال. يسعد لابسين ابيض. ايش؟ سبع لابسين ابيض. اسال. هل هو في الصورة لابس ابيض؟ لا. لا؟ لا. هي هي بفوز بفوز للي. راحت هذا بفوز للي بفوز للي بفوز للي. مو لابس ابيض. هي بنجاوب بنجاوب لازم نجاوب لازم نجاوب. هي يكون باقي ثلاثة باقي ثلاثة بس. شيلني. لا واخذ. تكفى تكفى. تموت علينا بعدين. قلت وش الاثنين خالد؟ لابس ابيض. اثنين خالد وذا. لا لا يلا باقي ثلاثة تسألون ولا تجاوبون؟ باقي أربعة باقي أربعة ما أشوف ترى أو أربعة صح؟ باقي أربعة أربعة برا مو موجود. أوكي أوكي هي. تمام هي. مشكلة أبو أودن الآن في ثلاثة أبو أودن شبيح لهم هي. مستر شنب وبراء وبربيعة هي. شو أنا أقول العقل الباطني للإنسان اختار اثنين خاتش يعني. أيوة عشان صح؟ ايوه تذكر يوم بالطبخ قلنا اثنين خاتش يا أخي كيف كيلو بامي اثنين يا أخي ارحمني اللي يجي مرفوع بطنه يختار. طب يعني بتحط مرفوع بطنك يا أخي ارحمني يا اخي ما يفكر ما يفكر لما عدل رقم قص عدل رقم قص اختص ثريا خال ثريا خال جاب غلط. لا 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 احس كذب احس كذب احس كذب يفوزهم احس كذب يبغى يفوزهم. ابو عمر طبعا غبي ما فكر يقلب العمود. لا طلعها فكه. وش ما تحب ثريا خالد انت ما تحب ثريا خالد. لا لا خلاص 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 بس حكي مسك اذا انت اذا اخترت ابو ربيعه ابو عمر
ترى كارثة. الراوند الاول اعتذر لابو ربيع يوم شلتوه، معناته انه يخاف من ابو ربيع لهالدرجه، توقع انه اختاره هو. يعني يمكن ولد ما اختار شيء يسوقنا بخيل كبير. احنا نقول اصبر والله متوتر، والله اكيد متوتر، بس لازم واحد يتخذ الخطوه يا رجال. براء وان خسرنا لا 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 مو براء ثاني، مو براء ثاني، ما حيختار براء، ما حيختار براء، حيختار واحد ما تكلمنا عنه، حيختار واحد ما تكلمنا عنه. تكلمنا عن مرضية وتكلمنا عن براء. ثنيان لا ثنيان مين؟ ثنيان مين؟ تحية ثنيان. شو اسمه مصر شنو؟ حنا نختار. هل هو ما يتكلم عربي؟ تحليلك جامد بس غلط. لا صح صح بس اجابتك غلط. لا مو يس خليهم يلا لو جابوا غلط فزنا. براء ولا بربيع؟ تذكر اللعبه اللي لعبها انا وياك ايش اللي يقول لك من واحد لا من واحد الخمسه حط في مخك ثم بوقت واحد نقول الاسم ونسوي زي ابو عبير نسوي حركه كيكي لا بس حركه السومه لو سمحت. عندك ابو ربيع وعندك براء، لازم نختار واحد في مخنا ونقوله. يلا جاهز؟ اصبر جاهز. سنك سنك طافي انت. واحد اثنين ثلاثة براء خمسة ما قلت خمسة يا غبي، بس انا بختار براء. براء 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 والله لان لو ابو ربيعة لو انا مو لو انا لو انا ابو ربيعة بروح اضربه يا خواف يا جبان. لا طيب احنا شو نسوي؟ بوز بوز براء يلا قول البوز الصحيح. قول هو قول بوز. الله قايل لك تمام تمام انكسر تمام يا عيني وحش ابو ربيع ما اختارك. اجلد وجلد في الجيم، اجلد وجلد جلد جلد يا عمري يا عمي ايه فشله ضعفاء كل شيء فشله جوت جيزار برا البوس تكفى البوس بوس 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 البوس فين صفر يا اخوان؟ بنلعب راوند ثالث. اذا فاز ابو عمر راح يفكر 24 ساعه يشرب غازيات زي ما يبغى، اذا فزت انا افكر 24 ساعه. اقسم بالله لا افتح ابرد وحده كذا وجهي. لا حطه في كاس قزاز تكفى ثلج كذا. اي كاس قزاز كاس حديد حق مزاجك انكتم. يمكن اموت يمكن اموت والله يمكن اموت. يا اخوان قبل ما نبدا راوند جديد، اذا انت الحين ما مشترك انزل اشترك يا حبيبي، نبغى نوصل مليون. احنا ان شاء الله الحين وصلنا 500,000، نبغى المليون يا اخوان. تعال بسم الله الرحمن الرحيم. تم. يلا اودن تناظروا هناك وغمضوا عيونكم، في واحد ما شاء الله نظره جامد. خلونا الان نفكر مين الشخص اللي راح نختاره، لان الشخص هذا بيكون صعب عليكم. فتتوقعون يا شباب من اخترت؟ سهل مساعد الدوسري. ها مساعد؟ هل هذا يعتبرها اجابه ولا سؤال؟ اجابه. ممكن اغير؟ طيب الان ترى ايش هذا للي؟ ايش فيك للي؟ خلاص ما تنفس. يلا تفضلوا يا شباب. طيب السؤال الاول عند استاذ ابو عمر والمكسيكي. اسمع والله عندي سؤال خارق نقدر ننكبهم. وشو؟ هل هو امريكي؟ يا اخي انت غبي ننكبهم نفوزهم. لا لو قال ايوه 50-50. لو قال ايوه وهذا يقول 50-50 يعني ما اغلب هذا الا هذا الرياضيات عنده مضروبه. عادي نشيله. كيف نشيله؟ كيف نشيله؟ نشيله ونخسر. هي مكسيكي انت صاحي؟ والله والله انت اليوم برا الجيم. مخي مو جالس استوعب اي شيء بس ايه وربي لا اجيبها لك. هل هو ابيض البشره؟ اوكي يعني انت عنصري. ماني عنصري. هل هو ابيض البشره ولا لا؟ نعم ابيض البشره. ابيض البشره. ها ابيض البشره. طيح روح شيل. ابو ربيع ابيض ولا لا؟ قمحي. لا ما يعتبر قمحي. قمحي. إيه انا قمحي. ايش سؤالك ابو ربيع؟ زي انت ايه؟ انا قمحي. انت مو قمحي. انت محروق. عادي نسالك بس شخص واحد تشوفه ابيض ولا لا؟ بس واحد. لا هذا بيعتبر سؤال ثاني لان الصوره. لا انت لا لان الصوره ابغى نظرك بس. هل هذا ابيض؟ اي هذا ابيض. لا. شفت شفت هذا شفت. لا مو ابيض. شفت لا مو ابيض. ابيض في قاموسي ابيض. ها في قاموسي ابيض. هذا سؤالكم تورطتوا فيه. ما يمدي نجيب الا مستر بيست الحين هو الوحيد اللي ابيض مره. اقصد هو اذا السؤال من جد اذا كذا منطقك برا برا ابيض برا ابيض برا ابيض. لو سمحت الموضوع فيه مشروبات غازيه فلو سمحت التزم. والله لو فوزي بعمر ايه والله ما قفل كام حمضيات هنا للي مو ابيض. هذا نفس اللي نفس اللي ما هو ابيض. إيه للي مو ابيض للي محروق من جد. فين ابيض؟ فين شوف فين يا دارك شوكليت فين فين ما في اي ابيض من يا شوكولاته انت. لا انا بشيل شيل 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 والله اقدر. هذا ابيض. يا ابو سعد شالوك يا ابو سعد انت هذا المحروق ذا. هذا المراهق. ما انت ابيض من الحلال. ما انت ابيض يا اخي. مره مو ابيض انت. تدري ايش سوى؟ شيل هذا شيل. ايش ايش ابيض واحد فيهم. انت قلت لي شيل هذا واشرب. لا شيل هذا. صالح طيب والله اني خايف. صالح خلصها خلصها صالح انا نفس البشره. انا مو نفسك والله خلاص. وتكه بس مو ابيض. شيل صالح مو ابيض.
ستوب والله صالح ما ابي ستوب اسحب عليهم والكاميرا قريب مننا تستهبل يا اخوي احنا مضغوطين اوريدي ايش شلتت لا انت ابيض بنقول قصه عندنا شورت ستوري شورت ستوري عندنا قصه قصيره عن الصوره هذه تفضل للي اشرح السلام عليكم هذه الصوره يا اخوان صورتها في اليابان في مباراه الهلال واوراوا نعم طبعا زي ما انتم شايفين الصوره فيها تغبيش خلف وش سبب التغبيش هذا هو الصوره كان وراي تقريبا اثنين شال هلال بالكبر قلت ابو زازي الوسخ شلها الوسخ شال شعار الهلال عشان يحط صورته يا اتحاد يا قهر حطيت السعوديه لا السعوديه كان موجود صح كان موجود بس شلت شعار الهلال اقسم بالله صارت احلى اقسم بالله شيخ محمد ملك شو اسمه ملك الاسرار والتحدي نمار حسن قس لا لا انا ابيض ابيض مين يعني يقول انا ابيض يعني ايش قصدك طيب؟ ايش انت ما هو انت زي انت انت مو ابيض مو ابيض لا لا ترى هذا احسن لون ترى في العالم خلاص خلصوا دورنا بسم الله الرحيم يا عيال ركزوا للي لازم تاخذ الموضوع بجديه شوي طيب احب لان الرجال امامك مشروبات غازيه نسيت واحد مو ابيض والله من هو؟ شوف ذاك مربع فواز فواز مو ابيض فواز مو ابيض كشمير فواز لازم بس دقيقة من يتحمل مسؤولية لو شاله؟ أبو عمر لا طبعا هم يا شيخ هم يا شيخ احنا اكتفينا ترى بالعدد هاي أبو جاب وش؟ الشخص هو أبو ربيعة غلط بتات ما سأل بعد السؤال طيب ما بعد السؤال بعد لا خلوا يشيلوا عشان يكونوا يخففون علينا نسأل سؤال ما نخفف عليهم ما نخفف عليهم في السؤال يب خلوا لابس شماغ وغطرة خلق أيوه خلاص يبقى ثلاثة واحد اثنين ثلاثة أربعة طيب لو قال ايوه خلاص احنا نبغى الأربعة ذول قالهم هم أربعة ما راح يجيبونا من أول واحدة هل يلبس ثوب وشماغ أو غترة في الصورة؟ لا هي سألني السؤال هذا متى؟ لا ما سألني في الصورة هل هو لابس ثوب وشماغ؟ أكيد في الصورة يعني والله مو منطقي مكسيك ركز عديت وشيء ما أدري بس إنه غريب طيب عادل شو ودك يكون الجواب؟ ودي يكون إيه؟ لا ما هو لابس دورنا تعال هي اسمع ابغى اصفي كذا عشوائي يمديني اصفي يمديني بسؤال واحد صفي هل هو محمود مهدي؟ شوف محمد ودن ما يعرف محمود مهدي انت ما تعرف محمود مهدي الا اعرفه اللي صباح الكوره صح؟ لا صباح الكوره صوعي هذاك غير محمود مهدي الصقر محمود مهدي يشجع اسي ميلان غير اسي ميلان يحب ارسنال خسي لا خسي ذاك ممدوح نصر الله هذاك ممدوح نصر الله طيب ايش صار؟ ممكن والله تصدق طيب هل هو ينزل جيمينج كلهم ينزلون جيمينج كلهم ينزلون جيمينج واحد اثنين ثلاثة ايه عنده قناة جيمينج واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة سؤالي هل بدر صالح نزل اوفر واتش لا شوني سؤالي هل هو مع فريق؟ ايه هل هو مع فريق؟ ايه الان نعم مع فريق الان يا غزال جيبا ترى مستر بيست عنده فريق صادق فريق ابداعي دقيقه مش شايف مستر بيست انا شفت مستر بيست طيب استاذ عادل ركز معي شوي ما هو بقعدت شوي وابو عمر الان عنده القدره يجاوب فهل يا ترى المشروب راح ينشرب هي ابو عمر اذا فزت انا اقسم بما لا حل القسم لا اشرب المشروب كذا قدامك كركس اصبر خلنا نخش لا ما تسويها ودن جوا ودن ما تسويها اسمع لو اخترنا مكانهم عدد كبير بيصفون احنا نمشي افضل لنا اصبر طيب اصبر انا ما ابغى اسال بس فكر فيها هل هو صاحب الابتسامه العريضه بالخلفيه البرتقاليه الاملط ابو السعد لا جواب صح ولا خطا يلا سريع انا في حياتي ما اعرف الا ابو سعد واحد فما راح اختاره جواب خطا ما قام الحب والاحترام لابو سعد طبعا اكيد احلى تحيه والله ايش في ليه تذب علي لا اي واحد كذا يصير في ليه طب من جاهز وخذ الحنكه عادل خذ الحنكه عادل ركز معي شوي اما تفكه وهو ثلج اسمع إيه؟ عاد تثق فيني انا بقول لك من اقول احمد شو لانه معه في النادي طب عادي عزيز معه في الفريق هذا اللي كان بقوله ما يتكم مع بعض خلينا نقول احمد شو لا قل انت يا اخي داري انك خطر هذا راوندك انت اللي اختر انا اختار احمد شو المشروب الغازي ما راح تشربه بنقعد نهبل الحين ازق قوس في الدنيا هو ايش قلت واتحط روح هل هو
مو سميز. مفرح. 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 هيك طاد الجداوي مفرح. في تي تلقاه في هاتاك انه مو هو. وش هذا؟ بغيت لكم منين تقولوش؟ يمكن عزيز، عزيز ترى يمكن عزيز. مستحيل. هي مستحيل. هل هو؟ اصبر. الجو عند للي. لا مشروبك هذا. هل هو عزيز تشبر؟ صح. ايش قلت عمر؟ صح. لا. دقيقة 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 تكفى دقيقة تكفى دقيقة تكفى دقيقة تكفى دقيقة إيه تكفى دقيقة إيه بعطيكم هنت هو مو فريق باور ها هو مو فريق باور يا حمار طيب وهذا يا أخي جنون لا 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 جنون باقي ثلاثة باقي أربعة أربعة خربها لا أحمد شو ما في أصبر 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 سووا معاه إيه سووا معاه أصبر طيب ما في أصبر واضحة يمكن يبي يشطح فينا أها ما راح يشطح ما راح يشطح انت عارفه اي كيو لك عليه الراوند الاول قلنا براختها اختار الراوند الثاني يعني كمان واضحه هل هو ابو نوح لا يا اخي اصبر يا اخي مو على كيفك كل ما اخترته ما انت كله اما تشرب المشروب بالله جهزوا لنا مشروب غازي تكفون يا اخوان فرفلينج وي فرفلينج ولا شنج بونج لحظه 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 ليش هاي ليش هاي الاول صح 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 هي تراك قلت تراك قلت ان باور ايه بيطلع من باور يا ويلك ايه من باور ايه اسمع جاهز بسرعه واحد نعد لي كم استاذ عادل لا لا ابغاك انت تجاوب لان اجابتك هذه ايه؟ يا تشرب يا يشرب ابو عمر بنعد لين ثلاثه وبنأشر يلا واحد اثنين ثلاثه فرفلنج فرفل بسرعه يا اخوي بس ايش فيها طارق الحربي مبروك عادل مبروك عام راح تشرب البيبسي يا ابو عمر يا هادر يس 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 يا عمري والله حرام عليك رجيم 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 يا عمري يا والله انك كله مكتبته اشرب اليمين اليمين هي اصبر 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 كمل كمل اصبر لا ما شربت الساعة 7 و 6 دقائق بكره الساعة 7 و 6 بعدها خلاص يا عمي بفجر وما اشرب لين بكره بالعافية بالعافية على قلبك اي ان شاء الله خليني اشربك خليني اشربك خليني اشربك بشرب جوك تشرب لي الباقي اي كم لك فترة ها كم لك ما شربت اسبوع هذا كله الاسبوع الله 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 المايك طبعا كله حمضيات بالعافية بالعافية كيف شغل غازيات ابكي والله انك تفكر اقسم بالله اي فرنت رجع يدغدغ اللسان فلش فلش معلش وشو اشرب ما له شرب ما مدخل خلي اشربك خلصته فين اشربك شربني ماشي بسط قمر اسوديه بسط قمر والله بيغرك ايش هذا المنظر يا عمي صب لي يا عمي خلني اشرب عبد البراد خذ شب عيني جاهز 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 إجابة يلا واحد اثنين ثلاثة يلا اختم ايش هذا؟ ايه اصبر طيب بعده يعطيكم العافية يا اخوان على المشاهدة لايك سبسكرايب شير قناة شاهدة تحت الديسكربشن ونشوفكم على خير ومعليش نروح نقطع كلنا نشوفكم على خير فما الله